وإن إخوانكم في غزة يمكن أن يخاطبوكم بما خاطب به عبد الله بن المبارك الفضيل بن عياض حين قال: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب من كان يتعب خيله، من كان يخضب نحره بدمائه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب. لا بد يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تروا الله من أنفسكم خيرا، وأن تعلموا أنه لا عذر لكم بعد اليوم.